شرحنا الانشورد كونستراكشن وقلنا ايه اللي بيخليني ارجع للانشورد كونستراكشن. ان انا بكون عندي مثلا هنا عباره عن مجرى مائي، بدات ان انا ما ينفعش احط الشده بتاعتي جوه المجرى المائي، فاضطريت ان انا اعمل انشورد ان الستيل هو اللي يشيل الفورمورك ويشيل ايه الخرسانه بتاعتي. طيب دلوقتي انا ما عنديش مانع، عندي مثلا طريق، الطريق ده العربيه انا بتعدي هنا عموديه عليا، الطريق ده طريق ثانوي يعني عادي ان انا اعمل الكوبري بتاعي هنا دي مثلا الكاميرا وانزل الشده بتاعتها للارض تمام، وعادي ان انا اعمل الطريق ده طريق ثانوي مش محتاجه، فبدات بدل ما انا اكلف نفسي بخلي الستيل بتاعي هو اللي يقدر يشيل الشده الخشبيه، لا انا هوصل الشده الخشبيه للارض. يبقى معنى كده هل محتاج ان انا اعمل مرحلتين في التصميم؟ هل ان انا محتاج اقول ان الشده الخشبيه الستيل اللي هيشيلها؟ هل محتاج اقول ان الخرسانه اللي هنا لازم الستيل يشيلها؟ لا ده هنا طالما انا الشده الخشبيه واصله للارض يبقى الشده الخشبيه دي هتشيل الخرسانه لحد ما تشوب، اول ما الخرسانه تشوب هشيل الشده الخشبيه، يبقى القطاع اشتغل مع بعض على طول. يبقى في الكومبوزيت سيكشن في طريقه الشورت كونستراكشن الاثنين بيشتغلوا مع بعض من البدايه، مفيش حاجه اسمها ده بيشتغل لوحده وده بيشتغل لوحده. طيب مشكلتي هنا في التصميم في ايه؟ ان انا هنا برضو هضطر اقسم مرحلتين لسبب، ايه هو السبب؟ اللي انا في الكود قال لي ان انا عندي الانشورد في الكود الانشورد قال لك تاثير الكريب الزحفه نجلكتد، يعني ما باخدش تاثير الكريب معايا في الاعتبار. طيب بالنسبه للشورت الكود نص قال لك لازم تاخد تاثير الكريب في الشورت، يبقى هنا انا هعمل له نجلكتد، هنا لازم اخد تاثير الكريب ما ينفعش اهمله. يبقى تاني في الانشورد الكود قال لك اهمل الكريم، في الشورت قال لك لازم تاخد تاثير الكريم معاك في الاعتبار. طيب يبقى السبب اللي خليني اقسم المساله لمرحلتين هو مين؟ الكريم. طيب هو الكريم ده بيحصل ازاي؟ او ايه سبب فلوس الكريم؟ ايه هو تعريف الكريم من البدايه؟ هو الزياده في الانفعال دون الزياده في الاجهاد. يبقى بالتالي الكريم ده ناتج من مين؟ ناتج من ثبوت الايه؟ الاجهاد. طيب هو الكوبري بتاعي ايه الاجهاد الثابت بتاعي؟ يعني ايه الاجهاد الثابت اللي ما بيتغيرش؟ اللي هو الناتج من الديد لوب. يبقى انا قلت لك اول ما تقول لي كريب قول لي ديد لوب، ليه؟ هو ثبوت الاجهاد، لازم الاجهاد يكون ثابت، يبقى الديد لوب هو اللي باخد تاثير الكريب بس. يبقى السبب الاساسي ان انا هشتغل في القطاع بتاعي شورت كونستراكشن اقسم المرحله جزئين، اللي هي جزء لوحده كديد لوب كله، والجزء الثاني كلاين لوب كله مع بعض. طيب ازاي الكلام ده؟ قال لك بسيط. انا طبعا في المساله بدات قلنا اول حاجه السبان والاستراكشر سيستم، بدات قلت لك ان الكاميرا بتاعتي مثلا كاميرا سيمبل بين البحر بتاعها اسمه ال تمام. تاني حاجه قلنا تعالى نجهز له الاحمال. تاني حاجه اللي هي اللودنج قال لك بتنقسم لحاجتين، اول حاجه الديد لو، هل هنقسمه الديد زي الانشور؟ مش هنقسموه لان قلنا هنشتغله كله مره واحده كديد كامل. طب الديد كامل بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي الاون ويت بتاع الستيل اللي احنا قلنا عليه تمام، اللي احنا قلنا عليه حسب ما يجوها في المساله ازاي ونبتدي نحوله للي احنا محتاجينه ازاي؟ زائد ايه؟ زائد الجاما الار سي مضروب في الاي اس تمام؟ زائد ايه؟ زائد الاون وينج بتاع البيرفمنت. طب تمام بس كده؟ لا ده خلي بالك طن لكل متر طولي، ده مين؟ طن لكل متر مربع، يبقى لازم انا اضرب في طول، الطول اللي هنا بيساوي كام؟ قال لك حسب الكوبري بتاعي غالبا بيبقى نص البي زائد بي ستار، بي على الاثنين زائد بي ستار لو الكوبري بتاعي عامل كده، يبقى ده بي على الاثنين وده اللي هو البي ستار اللي هو هيشيلها، يبقى ده الجزء اللي هو شايله معايا بالنسبه لجوه في الار سي في التي اس زائد الديفمنت في مضروب في البي على الاثنين زائد بي ستار. يبقى انا اول حاجه هنا جبت الديد لو، في مانع ان انا احسب في حاجه؟ لو في مالتي مانجر دلوقتي انا عندي، لو انا عندي مالتي مانجر قال لك ازاي؟ كده اهو عندي مثلا هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده تمام؟ طيب مديني المسافه دي ولتكن 6 متر، يبقى دي كام؟ دي 3 ودي 3 تمام؟ انا عايز اعرف نصيب الواحده هتشيل قد ايه؟ ازاي؟ اجي من هنا اخد نص يمينه ونص شمال، هاخد من هنا واحد ونص واخد من واحد ونص، يبقى المسافه اللي شايلها كام؟ 3. دي بالنسبه لمين؟ للداخليه. طب بالنسبه للخارجي نص دي واحد ونص، يبقى واحد ونص زائد المسافه بتاعت السايد وول اللي هي بي ستار، يبقى حسب المسافه اللي هي شايلاها زائد الاريا ميسو زي ما احنا بنعرف.
وتقولي تقسمي دي وتقسمي دي وتاخدي الجزء اللي شايله. ده بالنسبه للكاميرا دي. طيب احنا كده قدرنا نحسبه البون ويت بتاعي او الديد لود شامل كله بكام. طيب جه دلوقتي قال لك عايزين نحسبه اللايف لود. طب انت هنا مش معاك الديد لود، حد يعرف يحسب لي المومنت؟ يبقى المومنت كاميرا سيمبل هي دبليو ال سكوير على 8 الشير بيساوي دبليو في ال على الاثنين. يبقى انا كده قدرت ان انا حسبت المومنت وحسبت الايه الكيو. برضه هسميه واحد وهسميه واحد لان احنا قلنا هنقسمه مرحله ايه لمرحلتين بسبب الكريم مش بسبب الشده عشان زي ما احنا قلنا كده. طيب يبقى اول مرحله خلصت مني. ثاني مرحله ثاني مرحله هي مرحله اللايف لود. تاني مرحله هي مرحله اللايف لود. طيب اللايف لود هنا بنجيبه ازاي؟ قال لي عندي نوعين، يا اما يقول لي اكوردنج تو ايجيبشن كود حسب الكود المصري بالاحمال اللي احنا حاطينها عجله 60 عجله 40 عجله 20 او بالنسبه للريل واي زي ما احنا قلنا المحور بتاعي 4 25 و 8 طن على المتر الطولي حسب الايه المحاور بتاعتي. طيب يا اما يديني حمل اكويفلنت لود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما يقول لي روح احسب الاحمال بالكود، لا انا هديك حمل اكويفلنت لود هقول لك مثلا بيساوي 1000. عندي حمل بيساوي 1000 كيلوغرام على المتر المربع. طب ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني راجل بيقول لي ان انا الحمل المكافئ الناتج من اللايف لود سيحته على الكوبري كله بيساوي 1000. طب برضه مش فاهم انا اشتغل ازاي دلوقتي؟ يعني مثلا انا عايز ايه المومنت؟ مش هروح احسب مومنت من على عجل العربيات وعجل الطرق، لا هو وفر عليا. قال لي الحمل هنا انا سيحته على كامل الكوبري. طيب مشكلتي هنا انا عايز احسب عزوم. طب هرجع اقول تاني الوحده هنا ايه؟ كيلو جرام لمتر مربع، تمام؟ طيب انا وانا شغلت القمر لازم احمل تكون ازاي؟ بكل متر طولي. يبقى فاضل ايه؟ فاضل طول اضرب فيه. يبقى كيلو جرام لكل متر مربع اضرب في طول احوله كيلو جرام لكل متر طولي. طيب الطول اهمه نفس الكلام. الطول اللي القمر شايلاه. طيب الطول اللي القمر شايلاه هنا ممكن ينقسم لحاجتين. يقول لي الاحمال دي شامله السايد ووك يبقى لازم ان انا اضرب في كله. يا اما يديني هنا احمال مساحه على الكوبري واحمال مساحه على السايد ووك. لو بيديني احمال مساحه على السايد ووك اضرب في عرض السايد ووك. واحمال مساحه على الكوبري اضرب في عرض الكوبري. يبقى انا حسب ما هو يديني ليميت في المساله ايه اضرب في الطول اللي حسب هو مديني الاحمال دي موزعه ازاي. رحت جبت الجزء ده مثلا اشتغلنا كيلوجرام لكل متر طولي او طن لكل متر طولي. يبقى انا عندي كاميرا سيمبل بيم زي الديد لود بالظبط عليها احمال المومنت دبليو ال سكوير على 8 الشير بيساوي دبليو ال تربيع دبليو ال على 2 وده شكل الشير وشكل المومنت بتاعي. طيب يبقى انا كده عملت ايه؟ جاهز الاحمال خلاص. طيب المرحله اللي جايه بقى المرحله اللي جايه ان احنا عايزين نشتغل عايزين نشوف بقى ايه سبب ان احنا قسمنا الاجزاء بتاعتنا كديد لود وكلايف لود. السبب في التقسيمه دي ان انا عندي هنا الكليب هيتاثر. طب الكليب ده هاخده ازاي معايا في الاعتبار؟ قال لك هتاخده بس بخطوه صغيره جدا. انا وانا رايح احسب يعني دلوقتي عملت ايه؟ حسبت القطاع خلاص. عايز اشتغل في قطاع الهوك كومبوزيت سيكشن. ازاي؟ انا جيت دلوقتي قلنا حسب البي افكت اللي احنا لسه جايبينها اللي احنا شرحناها في الانشور نفسها بالظبط مش اي اختلاف تمام؟ وجبت هنا وليكن مثلا اللي هي المسافه دي بي اس. احنا زمان كنا بنقول بي اس بيساوي كام؟ كنا قلنا ان البي اس دي بتساوي البي افكتيف ليفت سايد رايت مقسومه على كام؟ على ان. طيب يبقى انا دلوقتي المشكله هنا بقى البي اس دي انا هحسبها مرتين. ازاي؟ مره بالنسبه لاخد تاثير الكريب. هو الكريب هيعمل ايه؟ هخلي الخرسانه يحصل فيها شروط صح؟ طب لما الخرسانه يحصل فيها شروط الخرسانه مقاومتها قلت وزادت معايا؟ قلت معايا يبقى مقاومتها قلت. يبقى الجزء اللي بكافئه الخرسانه لازم تكون اقل ولا اكبر؟ اقل. انا دلوقتي المقاومه اقل يبقى الجزء بتاع الخرسانه المساحه اللي بتشتغل معايا قلت عشان انا عايز اضعفها عشان ما يحصلش شروخ. ولو حصل شروخ انا كده كده مصمم على ايه؟ بعد ما حصل شروخ. يبقى انا هنا لما انا احسب القياس عندي حاجتين. عندي القياس هحسبها لمرحله الديد لود بس وده اللي هياخد فيه تقسيم الكريم. ومرحله هحسبها للايف لود بس وده نو كريم مفيش كريم خالص مش هاخد فيه معايا في الاعتبار. الكريم مش هاخده معايا في الاعتبار. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا احسب البي اس. طب هتختلف ايه؟ قال لك اختلاف بسيط جدا. تقول لي البي اس بالنسبه للايف لود زي ما احنا حاسبينها في الانشور بالظبط. البي افكتيف ليفت سايد رايت على ال تمام. قال لك الديد لود انا عايز اضعف دي.
اقللها شويه، اقللها ازود المقام. طب ازود المقام اعمل ايه؟ اقول لك ان البي اس الناتجه مع اللايف فود بس بيساوي بي افكت نفس البي افكت مش تلاقي على كام بقى؟ على 3 ام. هو حد ينسى الحته بتاعه البي. انا دلوقتي اللي احنا شرحناه ولا انا من هنا. طيب البي اس هنا في مشكله، ايه هي المشكله؟ ان انا القطاع بتاع الخرسانه انا قلت بنحوله قطاع الخرسانه لقطاع ستين مكافئ، تمام؟ طيب انا دلوقتي نتيجه الكريم الشروخ بتزيد، لما الخرسانه يحصل لها شروخ مقاومتها بتقل. طب انا عايز اقلل مقاومتها، اقلله ازاي؟ مش انا عندي مساحه شغاله معايا؟ لو قللت المساحه دي مش الواي قلت؟ يعني المقاومه قلت، يبقى انا محتاج اقلل المساحه، اقللها ازاي؟ قال لي البي اس كنا بنقول بي افكتيف ليفت زائد رايت على ام، هنا لا هنقول ايه؟ هنقسم على 3 ام. لما قسمت على 3 ام البي اس قلت ولا زادت؟ قلت. قلت كتير. البي اس قل. لما البي اس قل مساحه الخرسانه اللي شغاله معايا قل ولا اكتر؟ قل. يبقى انا كده خدت تاثير الكريم على 3 ام. يبقى الخطوه دي بس هي دي اللي هتختلف معانا في التصميم. بس مش كده وبس، ايه تاني؟ يبقى احنا اول ملحوظه البي بتختلف في الاثنين. يعني معنى كده لو انا عايز احسب ستريس، طب معنى كده هل انا الاي بي الانرجي حوالين العزل او حوالين المحور الرئيسي هل هو احسبه مره؟ لا ده انا عايش فيه مرتين. مره بدلاله البي اس بتساوي بي افكتيف على ال واحسب الاي بي، ومره بدلاله البي اس بي افكتيف على 3 ال واحسب برضه البي. طب اقول حاجه ثانيه، وانا شغال كديب لوب انا عايز ابقى احمل الديب لوب، يبقى انا حسبت مره اي بي مع الان بتساوي 3 ال ودي مع الديد لوب، ومره حسبت الاي بي مع الان بتساوي ان، تمام؟ جبت دي وجبت دي. طيب ايه مشكلتي بقى اللي بعد كده؟ مشكلتي بعد كده ان انا عايز اجيب الاستريس، اجيب الاستريس فوق واتشيك اللي هو ما يزيدش عن المسموح به، نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، تمام؟ اجيب الاستريس ازاي؟ قال لك انت هتخش مره بالمومنت اللي انت لسه جايبه من الديد لوب كله. المومنت اللي جبته من الديد لود اللي هو ام واحد ده والكيو، تمام؟ ام واحد هخش اقول لك ايه؟ اقول لك ان انا ستريس الناتج من المرحله الاولى من الكريم بيساوي كام؟ بيساوي ام واحد على الاي في، اهم اي في طالما انا شغال واحد من الديد لود لما ان بتساوي 3 ان يبقى على الاي في اللي احنا سميناها لو سمينا دي 2 وسمينا دي 1 يبقى على الاي في 2، تمام؟ في الواي حسب برضه الواي نفس الكلام، لو انا عايز اشتغل للفلانج اللي فوق هضرب في الواي اللي فوق، عايز اشتغل للخرسانه هضرب في اللي فوق، عايز اشتغل للستيل هضرب في الواي اللي تحت، يبقى انا حسب الواي بتغير معايا المعادله، يعني دي تحتمل تكون واي 1 واي 2 واي 3 مع ثبات الام مع ثبات الاي بي، تمام؟ قدرت كده احسب الاستريس. طب انا حسبت الاستريس من حاجه واحده بس، خلي بالك من ايه؟ هو انا لما اجي اقول الاف بتاع الخرسانه بتساوي ام 1 على الاي كنا بنضربه هناك في كام؟ قلت لك اي تضرب في كام؟ اي اي تضرب في ان. طب انا اضرب في ان ولا في 3 ان؟ في 3 ان. يا ما حدش ينسى دي لازم تكون 3 ان. تمام؟ طيب يبقى انا هنا اهم حاجه احول الان ب 3 في مرحله القياس وانا بحسب بخرسانه اضرب في 3 ان. طب اول مرحله جبت الاستريس بتاعها. تاني مرحله، تاني مرحله ان انا عندي من اللايف لو. هخش من اللايف لود اقول لك ان الاستريس اللي جاي من المرحله الثانيه بيساوي ام 2 اللي هو ناتج من اللايف لود اللي احنا لسه حاسبينه مقسوم على اي في 1. مين اي في 1؟ هي الناتجه لما ان بتساوي كام؟ ان، تمام؟ الاف 2 قال لك ان احنا هنا قلنا ام 2 على الاي في 2 الاي في 1 اللي هي نتج المرحله ايه؟ اللايف لود بس. طيب اضرب في الواي برضه هو كذلك، يا اما واي عشان اجيب الخرسانه، يا اما واي عشان اجيب ابر ستيل، يا اما واي عشان اجيب اللور ستيل. طيب دلوقتي بقى انا اعمل ايه؟ ما انا جبت اجابه المرحله واجابه المرحله، اعمل ايه؟ اجمع الاثنين مع بعض وقارن بقيه المسموح به. يبقى انا مثلا لو اسمي النقطه دي اسمها 1 واسمي النقطه دي اسمها 2 واسمي النقطه دي اسمها 3 مثلا. طيب قال لي ايه؟ قال لي انا هقول لك ان اف 1 تمام زائد الاف عند النقطه 1 من مرحله ايه؟ الديد لوب، تمام؟ زائد الاف من المرحله الثانيه من مرحله 2 اللايف لوب تساوي كام؟ ماشي. والاف 2 الناتجه من الديد لوب زائد الاف 2 الناتجه من اللايف لوب
جبت حاجه اسمها اف توتال برضه. تمام. بالنسبه للستيل لا يزيد عن كام الايجاد المسموح به؟ 58 بالاف اي. طيب بعد كده، بعد كده ايه؟ بعد كده عايز الخرسانه. الخرسانه عندي برضو هجيب اف عند النقطه 3 ناتجه من الدب، زائد اف عند النقطه 3 ناتجه من اللايف، لا تزيد عن كام؟ 90 كيلوغرام على المتر مربع. يبقى انا كده اتاكدت ان دي سيف سيف سيف. طيب ايه اللي جاي بقى؟ نفس التشيك اللي احنا عملناه. اول حاجه احنا عملنا كده تشيك توتال ستريس، تشيك فاتيج، تشيك شير، تشيك لاترال تورشن باكل. طيب يبقى كده احنا قدرنا نفس التشيك اللي عملناه الاول هنعمله تاني بتكرار المساله من تاني من اول وجديد. طيب في الامتحان بقى، في الامتحان لو جه مثلا قال لي ان انا القطاع بتاعي بره صمامه شور وبره انشور، ايه التصرف اللي انا اتصرفه؟ هل ممكن ان انا اروح احسب اول حاجه من الشور واروح اجيب ام 1 وام 2 وارجع الامر وارجع الشور احسب مساله من اول وجديد تاني؟ لا، انا هعمل ايه؟ واحده واحده. اول حاجه اللي هتختلف في الاحمال بس اللودنج. انا في المنشور كنت بحتاج احسب ام 1 وزن الخرسانه ومتعه الستيل، وبحسب البيفمنت لوحده واللايف لود لوحده. طب ما تيجي تقسم كله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تقول لي اللود قسم الديد لود لقد ايه؟ لثلاث حاجات او لحاجتين. قسم الديد لود اون ويت زائد السلاب لوحده واكتبه، وهات المومنت لوحده وسميه ام 1، هات لي الناتج من وزن الراس بتاعي وسميه ام 2، هات لي الناتج من اللايف لود، ده كده جبت الديد خلاص. تاني حاجه هات لي الناتج من اللايف لود وسميه مثلا ام 2 او 3 حسب ما انت تسامي براحتك. وانا رايح شغال في الشورت، ايه اللي هيعمله؟ في الشورت هاخد الاثنين دول معاهم بقى هم حاله الديد، واللايف لوحده خلاص انا كده عملت الشورت الانشورت. عندي واحد انا قسمته خلاص يبقى هاخده لوحده واعمل اللي احنا قلنا عليه. اثنين اجمعه مع اللايف لود يبقى ده كيس اثنين في الانشورت واشتغل عليه. الناس فاهم ولا معايا؟ انا دلوقتي عايز احسب ايه؟ طب ممكن يجيب مثلا كده؟ اه طبعا ماشي كده. مسألة شيء قال لك مره صنع شروط ومره مش شروط. ايه بس دي مش فرق في السنه اللي فاتت نص الوقت. ايه المشكله لما اقول لك مثلا هات الاستريس في حاله الاستريس في حاله مش تفرق فيه. هو عايز اختبرك في الكريم، في الكريم بالذات لان الكريم كله بيتزق. هو في الكريم مسألة اللي فاتت خالص في الاعتبار. والتاني بيختبرك انت عارف ان انت تبقى فاهم ان لو عندك فورم ورك متشال على الستيل لازم تعمل تشيك على الستيل. يختبرك في الاثنين على الجنب. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي بس واحده واحده عايزين نعملوا ايه؟ انا عندي دلوقتي جت المساله قال لي ان انا عندي قطاع شورت وقطاع ان شورت. طيب بدل ما انا اروح احسب مره قطاع الشورت واحسب ام 1 ناتجه من الديد وام ناتجه من اللايف وارجع تاني اروح احسب من ان شورت اقسم الديد لاثنين. من الاول المساله كده بصت المساله على نفسك ازاي؟ اللي انا هات لي الديد لود اقسمه لحاجتين، ام 1 اللي احنا هنستخدمها فين؟ في الان شورت، وام 2 وام لايف لود 2 هستخدمها فين؟ في الان شورت برضه في الكيس 2. طيب دي اول حاجه عندي في الان شورت. طب في الشورت ام 1 وام 2 بقت هي كيس عندي اسمها 1، وام لايف لود بقت الكيس اللي عندي اسمها 2. حل دي لوحدها وحل دي لوحدها وهات الاي في وهات الاي في وعيش حياتك مع المساله واعمل التشيك برضه كله نفس الخطوات. وده لوحده في الاخر خلاص اجمعهم مع بعض. تمام؟ ما ينفعش ان انا اختار الاثنين مع بعض. يعني ده الاي في 2 وده الاي في 1 لازم افرق بين الاثنين. تمام؟ طيب ده بالنسبه للكومبوزيت سيكشن كله. حد عنده مشكله فيه؟ تمام؟ في حاجه تانيه واقفه مع حد؟ لحد جزء كومبوزيت سيكشن من اول الميد ترم لحد الجزء ده؟ هتخش على شيك كوميديوز ولا؟ لا لا ما تصدقنيش. لا 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 طب اطفي عشان طبعا يا باشا طفي عشان كفايه كده.